لنا المنجم اتفتح في الايام العشر، وقلت لنا اجروا في كل الاعمال الصالحه اللي تقدروا عليها، اي عمل صالح اي خير اعملوه اللي تقدر عليه اعمله. تقول لي طب ما فيش حاجه معينه النادي ركز عليها وان كتر منها في الايام العشر؟ اقول لك ايوه، قال صلى الله عليه وسلم: فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قول، اقعد كبر ربنا وسبح ربنا واحمد ربنا وهلل ربنا، ذكر ربنا دي اكتر عباده محتاجين نكتر فيها في الايام العشر يا جماعه. دي اسمها ايام الذكر، ايام الذكر اكتر عباده محتاج تاخد منها جواهر من المنجم، منجم الايام العشر. خد من جواهر الذكر، لان زي ما قلت لك الذكر ده ايسر عباده في المجهود واكتر عباده تديك كنوز من الحسنات من فضل ربنا علينا. تقول لي يعني نعمل ايه في الذكر؟ اقول لك سكتين: اما انك تكتر من ان انت تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، اقعد قولها زي ما تقدر. والسكه الثانيه انك تكبر ربنا زي تكبيرات العيد في الايام العشر: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. عارف التكبير ده في الثلاث حاجات اللي النبي امرنا بيها، في التكبير الله اكبر، في لا اله الا الله وده التهليل، ولله الحمد وده التحميد. عشان كده الصحابة زي سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة كانوا بيخرجوا في الأيام العشر الأول من ذو الحجة، يخرجوا للسوق يكبروا زي تكبيرات العيد، فيسمعهم الناس فيكبروا بتكبيرهم فترتج الأرض من التكبير، تكبير في كل مكان. ده اسمه التكبير المطلق، يعني في أي وقت وفي أي مكان. إنما التكبير اللي انت عارفه اسمه التكبير المقيد، اللي هو بعد الصلوات المكتوبات في المسجد. ده بيبدأ امتى؟ ده بيبدأ من فجر يوم عرفة لغاية عصر رابع يوم العيد. أمال التكبير المطلق ده يبدأ من امتى؟ ده يبدأ من أول ذو الحجة لغاية يوم 13 ذو الحجة اللي هو رابع يوم العيد. انك تكبر في البيت، انك تكبر في السوق، انك تكبر في الشارع، انك تكبري وانت في المطبخ، انك تكبر وانت بتعمل اي عمل، مفيش مشاكل. التكبير المطلق ده دي شعار، شعارنا، شعار المسلمين في الايام دي يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قالوا: بما يبشر يا رسول الله؟ قال: إلا بشر بالجنة. ما أهل مهل اللي هو رفع الصوت بالتلبية وده للحجاج، ولا كبر مكبر اللي هو التكبير بتاعنا إحنا لغير الحجيج. ما أهل مهل ولا كبر مكبر، كل ما تقول الله أكبر الله أكبر يجي ملك يبشرك بالجنة وإن أنت من أهل الجنة. علشان كده سيدنا ميمون بن مهران من التابعين كان يقول لك ايه؟ يقول لك: ادركت الناس، يعني ادركت الصحابه والسلف الصالح، وانهم ليكبرون في العشر، العشر الاول من ذو الحجه، حتى كنت اشبهه بالامواج من كثرتها. يلا يا جماعه نحيي سنه التكبير اللي هو التكبير المطلق في الايام العشر الاول من ذو الحجه بسنه مهجوره فعلها الصحابه وفعلها السلف الصالح. يلا يلا نكبر ربنا، يلا نعظم ربنا، يلا نقيم شعائر الله ونعظم من شعائر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.